النجمة خالد سليم بيستعد كمان لاستكمال تصوير أحداث مسلسله أبواب الشك والمقرر عرضه خلال الأسابيع اللي جاية، وبيجسد خالد شخصية زوج بتتقتل زوجته وبيتم اتهامه بقتلها وبيتسجن مدة طويلة جدا، والمسلسل بيشارك في بطولته لقاء الخميسي عائشة بن أحمد ومن إخراج أحمد سمير فرج، وشارك خالد سليم في رمضان بمسلسل رسائل مع النجمة مي عز الدين.